السلام عليكم. هل التجارة الإلكترونية هي فعلا بس للرجال ولا النساء؟ بهذا الفيديو يا صاحبتي، لأنه أعتقد تكون نسبة مشاهدات الفيديو للنساء، يعني لأ هتشوف الفيديو هذا النساء أكبر، إنه عنوان الفيديو راح يكون التجارة الإلكترونية والعمل والبيع على أمازون للنساء، لأنه في كتير ناس لما بتفكر موضوع التجارة الإلكترونية بالبزنس وبناء البزنس زي بتفكر إنه بس للشباب يعني، ولكن حتى البنت قادرة أو فينا تعمل تنشئ البزنس تبعها اللي حابة فعلا تعمله لحتى تصير مشروع مستقبلي فعلا ناجح. ولكن في نقطة أنا راح أحكي فيها هلا بالفيديو هذا، شو هي أنواع التجارة، يعني مثلا التجارة الإلكترونية خاصة، أنا خليني أخصص بالأمازون FBA، ليش هي تعتبر للبنات أسهل من حتى الشباب سهل يعني، ولكن للبنات تعتبر أسهل. أنا افترض مثلا إن كان عندها أولاد ولا ما عندها أولاد، كانت عزابية ولا كانت متجوزة ولا شو ما كان يكون، أمازون FBA معناها إنك تبعت إن هالمنتجات هاي اللي حابه تبيعها على متجر أمازون تنبعت وتنشغل فيها، ويصير كل شيء الأبفيكلونج هذا بسموه باللغة الألمانية، يصير كله عن طريق أمازون. يعني اللي عليك بس إنك أنت تطلب هالمنتجات هاي وتبعت المنتجات لأمازون لأمازون. أمازون بتحط المنتجات تاع عندها بالمستودع باللاجر، وكل ما بتجي طلبي كل ما بتجي بيعة 10 مبيعات باليوم، أمازون لحالة بتبعت هالمنتج هذا للزبون عنده على البيت. الزبون مثلا ما عجبه المنتج بده يرجعه له مصاري، أنت ما عليك شيء تعمليه بالمرة، لأنه أمازون هي طالما حكينا إحنا إنه أمازون FBA معناها أمازون إلى علاقة بكل شيء، اللي عليك بس إنك تبيعه وتطلب المنتجات وتضبط المتجر اللي عندك أو تضبط المتجر اللي عندك على أمازون، بصير عملية الترجيع كلها عن طريق أمازون لا أمازون، لأني أمازون يعني نفسه هني بيقولوا له للزبون هذا المنتج ما بدك إياه، تمام رجعوا بعطوه التيكت هاي تبع الترجيع، وبترجع على مكان على المستودع اللي كان فيه، بيتأكدوا منه إنه فعلا هي قابلة مرة ثانية للبيع، ولا هذا المنتج مدمر مكسر مخرب لازم ينكب يتخلصوا منه. الفواتير والمصاري كلها هيك، الفواتير لا المصاري راح ترجع للزبون، وهالعملية كلها راح تصير عن طريق أمازون. اللي عليك أو اللي عليك بس إنه تجيب المنتجات الصحيحة والناجحة والرابحة تبعتيه لأمازون، أمازون تهتم بالموضوع هذا. طبعا الموضوع ما إنه يعني بهالسهولة، أنا مثل ما بحكي بتجيب المنتجات تبعتيه لأمازون أمازون بتبيع لك إياها، لا في استراتيجيات وراء الموضوع هذا. في شيء شركة هاي اسمه شركة وشغل، وليس أربح 5 يورو عندما تضغط على الرابط التالي والأمور، لا هذا موضوع شركة. أنا بحكي شيء كلام منطقي كلام واقعي، في شيء اسمه صبر، في شيء اسمه استمرار، في شيء اسمه شغل، في شيء اسمه تكتيك، هذا كله راح تعلميه أو راح تعلمه مع مرور الوقت، هذا كله راح تصير هالمشروع فعلا ناجح، مثل ما يعني هلا صار يعتبر أنا بالنسبة لي فعلا موضوع ناجح، لأنه صار عندي خبرة 5 سنوات بالموضوع هاي، وعامل دورات تعليمية وتدريبية للناس المبتدئين والجداد بالموضوع اللي لسه ما عندهم خبرة بالمرة كيف يمشوا بهالمشروع هذا خطوة بخطوة. حتى الدورات هاي ليس دورات نظري بس مثل ما عم احكي هلا أنا بشكل نظري، ولكن محاضرات نظرية زائد محاضرة فيديوهات عملية مسجلة على الكمبيوتر، كيف مثلا أطلب المنتج هذا، كيف أعمل طريقة شحن المنتجات هاي لأمازون، كيف أفتح حساب الأمازون، شو هي الأوراق المطلوبة اللي لازمة، كيف بدي أسجل الماركة إذا بدك تبني العلامة التجارية، طريقة تسجيل الماركة بال DBMA بألمانيا، إحنا هون عم نحكي بألمانيا وحتى بدول تانية، كيف جيب أرقام الـ EIN وأعمل له تحويل لهذا الرقم راح أعطوك إياه، بس بتحول هذا الرقم بتجيبه بتحطه على البرودكت تبعك أو على البرودكت على المنتج تبعك، وكيف فعل الإعلانات بشكل صحيح، وهالأمور كتفاصيل كلها هذه الدقيقة اللي كتير ناس بالدورات التعليمية ما بتحكي فيها أو ما بتحكي شو اسمه، أنا حاططها بالدورة لأنه الدورة هي تعتبر عملية أكثر ما تكون نظرية. يعني خلينا نقول 50-50، لأنه في مواضيع لازم ينشرح عنها ويحكي عنها حتى نعرف إحنا كيف نتصرف بعدين بالعمل، يعني مقسم إلى مجموعات ومجموعات فيها نظرية ومجموعات عملية وهكذا، حوالي 60 فيديو هني. لو مهتم أنت أو لو مهتم صاحب الموضوع رح تلاقي فوت على الأكاديمية عندي تحت أكاديمية استثمار سنين، رح تلاقي فيها تفاصيل كتير عن طريقة التسجيل. طبعا طريقة التسجيل رح تكون شخصي شخص لشخص، يعني من الشخص اللي حاب يسجل لعندي مباشرة لحتى أعرف أنا مع مين عم أتعامل مع مين عم أتصرف وهالتفاصيل هاي كلها، لأنه أنا بقدم دعم شخصي كمان للطلاب، مو بس تسجيل ودبر حالك، لا دعم شخصي في حال صار معه مشاكل
يعني يكون انا معاهم بعيدهم عن المشاكل هي اللي انا تعرضت لها من زمان، كلفتني بلاوي يعني، كلفتني مصاري كثير او اغلاط خلينا نقول ما كنت يعني حاسب حسابها. زائد نقطة ثانية مهمة كثير، انه هذا المشروع لما تبلش فيه هلا الشهر اللي بعده ما راح يجيب لك ارباح اللي انت بدك اياها ولا اللي بعده، هذا مشروع كأنه مشروع مستقبل يعني، صحيح بيطلع ارباح ولكن هذا الربح لازم لازم ينعمل فيه اعادة استثمار، لازم. هاي نقطة مهمة كثير، لانه اذا الربح هذا رجعت صرفتيه معناها شو بقى عندك انت؟ راح تضل نفس المستوى، ما راح يمشي الحال، ما راح يؤدي المشروع للنجاح. لذلك دائما رأس المال للمستثمر بالبداية زائد الربح زائد لو لسه مشروع حاب تستعجل اكثر فيه كمان تضيفي دفعة ثانية عليه وتجيبي منتجات لسه اكثر او دفعة اكبر، وهكذا بتمشي العملية خطوة بخطوة لحتى كل شيء منتجات عندك بمستودع عندهم ولا بشو اسمه يصير في رقم كبير. عرفت شلون؟ يصير مثلا انه بالسنة الثانية والثالثة ما في داعي مثلا بدل ما تجيبي 100 قطعة من هون المخزن مليان فيه لسه، ما في داعي تستثمر فيه، شو بضل فيه ربح. يعني الموضوع بده شغل اكثر وبده تكتيك اكثر. ولكن الشيء الكويس فيه انه مثل ما شايف اي شخص فيه يبلش هذا المشروع فيه بالمكتب بالبيت. انا بلشت بالبيت من غرفة بالصالون، بلشت بالمنتجات الاولى وحطيت بها، عرفت كيف؟ يعني باي مكان فينك تبلش انت تشتغل، اللي بدك اياه او اللي بدك اياه هو عبارة عن كمبيوتر او لابتوب والمخ، هدول الشغلات المهمة. أو لا طبعا شوية مصاري مشان الاستثمار يعني بالبداية استثمار المنتجات. لذلك هالشغلات الأساسية، بعدين كل شيء بصير بالخطوات العملية اللي بعدين عبارة عن على الكمبيوتر. يعني من موضوع الصور ولا موضوع الإعلانات ولا موضوع الكلمات المفتاحية ولا موضوع وصف البيت، طبعا حاكي فيه كله بالدورة، كله راح يصير عن طريق الكمبيوتر. لما بتنعمل الشغلات مرة واحدة بالبداية بعدين ما عاد بصير فيها شغل كتير. إذا بتكفي يمكن إذا عندك منتجين مثلا بتكفي كل يوم 10 دقائق أو حتى مثلا بالأسبوع مرة شغلت ساعة ساعتين عشان الكلمات المفتاحية تبعت الإعلانات هاي تتغير تتبدل، تشوفي شو الأمازون دخل حط منتجات كلمات مفتاحية للمنتجات، يعني الموضوع بصير أسهل. كل ما مريت بالفترة الأولى هاي بصير الموضوع أسهل وأسهل، بس بدها شوية صبر، بدها استثمار، بدها فعلا الواحد يكون عنده هدف بالحياة انه يعمله، انه انا مثلا حاطط خطة انه مثلا بعد سنتين يصير مثلا عندي ايرادات كذا، هنفترض شهري، خلينا نحكي شهري 5000 او 10000. من ال 10000 هدول دائما الربح، خلينا نحكي على الربح ما حكينا فيه، دائما الربح اذا كان الشغل صح. طبعا انا رح احكيك على الدورة، عم احكيك على الدورة التعليمية اللي مقدمها، بيطلع منها الربح اذا عملت طبقت الخطوات خطوة بخطوة، حتى اذا حطيت المنتجات توصل عم بيعن انا بين ال 20 و 30%، وهذا الشيء يعتبر ممتاز جدا، لأن الشركات الكبيرة كمان بتطلع نفس الشيء بين 10 و 30. ما في حدا بيطلع، ما في شيء اسمه اربح 100%، لانه منتج هذا حقه مصاري، الامازون رح ياخذ مصاريف، الضرائب رح تندفع، الاعلانات رح تندفع، في مصاريف. فاذا بيطلع منهم هدول 25% خلينا نقول، يعني من 10000 امزاتس بيطلع منه 25% ربح، لان 2500 شهريا هذا الشيء يعتبر ممتاز جدا، ممتاز جدا. هذا الشيء بيزيد وبينقص حسب مثل ما قلنا المنتجات الموجوده وحسب راس المال. ان شاء الله اكون قدمت لك انا معلومات فتك شوي فيها ان شو هي التجاره الالكترونيه اللازم او المفيده اللي ممكن انت تعمليها، بحيث انت يعني فعلا كمراه او ك يعني للنساء مثل ما بقول عم نحكي نحن هلا، يكون في لها مستقبل، يكون في لها شغل. هذا المشروع اللي انا شخصيا شايفه فعلا كمان هو للنساء، يفضل للنساء اكثر من الشباب، يعني لانه فعلا سهل، ما انه معقد كثير لما بتصير كل شيء جاهز. فلو مهتمين بالموضوع هذا فوت على الموقع تبعي، نسق الموضوع مع بعض، وانا بساعدكم، يعني بساعد كل الطلاب عندي، مو بس يعني النساء، بساعد الشباب كمان بحيث يبنوا هالمشروع هذا، لانه انا بنيته الحمد لله، فعم اقدم الخبرات هي للناس مشان تستفيد منها. لو استفدتوا بالفيديو هذا لا تنسوا تضغطوا على كبسة لايك مشان نوصل لناس كثير، وتشتركوا مشان نوصل لكل شيء جديد له علاقه بالتجاره الالكترونيه FBI ان كان للنساء او للرجال، انه الموضوع موضوع واحد وبخص الطرفين. بنعيكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.